أوشكت عجلة الاقتصاد في العراق على التوقف نتيجة تأخر تسليم رواتب الموظفين من قبل الحكومة في بلد يعد من أغنى دول العالم لما فيه من ثروات وخيرات، لكن سوء الإدارة أوصله إلى ما هو عليه اليوم. حركة الأسواق التجارية باتت في شلل شبه تام نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين، فحتى الباعة اليوم يطالبون الحكومة بصرف رواتب الموظفين ليسدد المواطن ديونه لأصحاب المحال. البيع والله ماكو، يعني السوق متأزم كله، يعني حتى بالعربانة والبسطية والمحلات كلها بسبب الرواتب اللي متأخرة، وهذا يحلل يسبب مشاكل هواية، اللي منطديين واللي أقساط واللي غير شيء وغير شيء. والله طبعا يأثر على حركة السوق، على المواطن، طبعا هذا كله تأخير. يعني هسه أنا صاحب محل، هذا مأثر عليه من قبل محرم لحد الآن، وهسه أنا بجي توزيع رواتب، يعني لاكو حركة بالسوق، لا يخلي الناس تطلع تبضع، يعني حركة حيل تعبانة في النوب، وتعرف انت هالوضعية شلون تعبانة، ونوب تأخير رواتب، ومحلات أنا يعني منزلية خلينا نقول. يعني ابسط شيء هاي بالمواطن ماكو حركه، اي حركه بالسوق ماكو. السوق يعني ركود، ما كان تقدر تشتري لك سلعه، ماكو تشتري لك حاجه، يعني ماكو، كلها من تكل على الرواتب. واغلب الناس تاخذ يعني بالقسط من المحلات، وبدت المحلات ما تدفع ما تعطي يعني سلعه للمواطن. فهذا اللي نريده يعني من الحكومه الموقره تعطي الراتب شهر بشهره. مواطنون اشتكوا من ضيق العيش لتوقف دخلهم المحدود، فبعض الوظائف لا تجد لها مكانا في سوق العمل، والبعض الآخر يجد أن مهنته غير مطلوبة لدى المواطن. والله الناس ما تشتري، لا يعني عاطل عن العمل، ناس أبو الجيش ما يستلم، يعني أبو الموظف ما يستلم، وكلها ما تستلم رواتب. والله يا أم هي متضررة بها، اللي رواتب الموظفين متضررين، العامل الكاسب متضرر، الأهل التاكسيات، الأعيان، الطبقة هاي اللي الكادحة كلها متضررة، فما حد يحس بيهم، ما حد يحس بيهم. والله شوفهم ما أعرف هم مدى يحسون، بصراحة مدى يحسون بالطبقة هاي الفقيرة، تعاني يعني معاناة مو طبيعية. سائق التاكسي لحقه الضرر من تأخر صرف الرواتب نتيجة استخدام الموظف لباصات النقل العام بدلا من التاكسي. والله تأخير رواتب ويضر الموظف، يضرنا إن أكثر، إحنا عيشتنا مثلا موظف يروح الدوام يصعد تاكسي، يعني السوق حركته على الموظف، كل راتب إذا توقف كنا نتوقف، إحنا عيشتنا يعني شو تقول عليهم تواصل وياهم. والله صراحة الحركة ضعيفة، يعني إحنا من وراء الراتب كنا نشتغل بالقراج، هسه قمنا نشتغل جوال بالشارع، ويعني حركة شوفها ضعيفة. خبراء اقتصاديون أكدوا أن موازنة العام المقبل ستقتصر على الميزانية التشغيلية، مع تعطيل الميزانية الاستثمارية نتيجة انخفاض أسعار النفط والتوقف المشاريع بسبب جائحة كورونا، متسائلين عن خطط الطوارئ للجهات المعنية في حل الأزمات بعد دخول البلاد في حالة كوارث.